أنا السيد الرئيس سي رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء الرياضي عواشر مباركة مسعودة، عيد مبارك سعيد ومرحبا بك. أهلا وسهلا سيدي محمد وأهلا بمستمعي راديو MFM وكذلك عواشر مباركة لنا وعلى جميع المسلمين صحة والسعادة والطمأنينة. سي رشيد رحنا الآن كنشكرك على التواصل أولا، رغم أن كاين ظروف صعبة، كاين وقفة احتجاجية، كاين الغليان الرجاء، الآن كاين غليان وكاين وهذه هي الرجاء، الرجاء هكذا كانت دائما منذ أن تأسست، الناس باغين دائما يكون الأفضل، ما بغيناش نبقاو نتكلموا فقط على الأزمة. كاينة هذا الوضع الحالي، الناس باغين هاد المتتبعين وخاصة العاشقين ديال الرجاء والعاشقين لكرة القدم الوطنية، هاد الوضع اللي كاين الآن فرض عليكم مجموعة ديال الأشياء، من بينها الترخيص لهذوك اللاعبين باش غاديين يمشيو. الحالة كيف عاملة الآن فريق الرجاء السيد الرئيس؟ فعلا الوضعية وهذا الظرف هذا سيكون دائما صعيب، حنا تنعرفوا أنه الرؤساء كلهم تيدخلوا في واحد المناخ واحد الظرف تيكون مزيان والناس يكونوا ناشطين وفرحانين، ولكن يعني هذه العقود الأخيرة جميع الرؤساء تيخرجوا في واحد الحالة يرتلاها، يعني واحد الحالة اللي ما تيستاهلوهاش بعد ما تيقدموا الرجاء الخدمات ديالهم. فأنا كنت منتظر هذا الشيء هذا، هو اللي ترددت عليه فيما يخص هذاك قد نقولوا ماشي انتخاب اللي كياني، ولكن هذه المسؤولية الجسيمة اللي خديتها وكنت واعي بالمسؤولية وبالوعورة بالأشياء، وهذا الظرف هذا كنت يعني فاهمه لأن شتو أو شتو. إذا أنا يا فعلا كما قلتي وما تنتحملش مسؤولية ديال كل شيء، أنا هذا عيب كبير ديالي، ولكن جيت باش نلقى حلول للفريق ديالي، لا من ناحية النتائج ديالو ولا من ناحية التنظيمية لا من الناحية الإدارية ولا من الناحية التقنية إلى آخره، وهناك يعني أوراش كثيرة لأمامي، والحمد لله يمكن نقول أنه اليوم إلى يمكن حصيلة ديال 17 شهور تقريبا من تواجد ديال هذا المكتب على رأس الرجاء، فالحمد لله يمكننا نقول أنه رأسنا مرفوع الآن، لأنه على كل حققنا النتائج فيما يخص كأس يعني ديال الكاف والكاف وكذلك الرتبة الثانية في البطولة، والحمد لله احنا تنفتخروا انه عندنا نهائي كأس العرب وكذلك نهائي الكأس الممتازة، هذه حصيلة ديال النتائج اللي حتى واحد ما يمكن ليه يتكلم فيها لانه هذا الواقع ديال الاشياء. وثانيا كما قلتي وتفضلتي فعلا ما غادي نخلي ورائي صفر ديال هذه ديال المديونية ديال هذه الفترة اللي مريت فيها، وأكثر من ذلك غادي نخلص المديونية ديال المكاتب السابقة، فهذا درتو لأجل الرجاء، وهذا الشيء هذا يعني درناه باش نلقاو حلول. فوصلنا لواحد المرحلة ديال أنه النزاعات لا ترحم، وكذلك القوانين الجارية بها العمل واللي هي اليوم تنظم كرة القدم بصفة عامة في المملكة، أنه خرجوا قوانين اللي هما جدد اللي تيقول انه اي فريق اولا خاصو يكون هيكل بطريقه جديده، انه يكون على شكل شركه مزوره الفيسي، ويكون كذلك خالي من كل يعني مديونيه وكل من النزاعات كذلك. فاحنا اليوم كنواجهوا واحد المشاكل عظمى منذ القديم، انه كان عندنا نزاعات كبرى فحاولنا نتخطاوها، والاخيره هي ديال السي فخير مثلا وكذلك لاعبين وحد اخرين. فحنايا هذيك المنحه ديالنا ديال الحقوق النقد التلفزي هي يعني حلت لنا بزاف المشاكل، وجميع مشكوره لان هي اللي التزمنا بهاد اللي باش تخلص هاد الديون هذه. واليوم حنايا وصلنا لواحد الضرب لانه حقينا كنا كنتكلموا على احنا كنا كنتكلموا على مليار ونص، وكنا قلنا يمكن هذا المليار ونص ديال النزاعات من نتكلموا عليها ونجيبوها بلا ما نلقاو حلول اخرى، الا انه فوجئنا وهذا ماشي مفهوم. راه 4 مليار الرئيس، راه 4 مليار و200 حاجه. جات هذيك الرساله اللي كيما عرفتي دارت خرجات للعموم عند
ديال الجامعه فلقينا فيها انه في 4 مليار و4 ديال المليون ديال السنتين اللي خلصنا نخلصوها، وهذا يعني انه الا ما خلصناهاش الان ما يمكنناش السيد الرئيس سي رشيد نعم. سي رشيد نعم. هاد 4 المليار نعم. اللي غادي هذه خاصكم تخلصوها دابا، ولكن 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 الدين ولكن الدين الاجمالي راه كيفوق على حساب داكشي اللي كان اعلن عليه سعيد حسبان، راه كان قالوا لنا في واحد الوقيته 23 مليار. كان صائب، انا تنأكد لك انه حسبان كان صائب في المديونيه اللي كان قال، وحنا ملي كنهضروا الان كنهضروا فقط على النزاعات، فقط على النزاعات، على النزاعات ما عندي بها حتى شي صله، ما عندي بها حتى شي صله، لانه جيت وقيتها ولقيت الاحكام صافي دار، ماشي انا ما تبعناهاش في هذه المكتبه هذه او ما شفناهاش، لا هي احكام كانت تتسنى تطاحت الان، ومن طاحت فاجاتنا ب 4 مليار و 400، خصنا نحلوا لها، خصنا نلقاو حلول، خصنا نلقاو الحلول، فالرجاء هي يعني كمكون و يعني قادر بذاته لا يمكن ليه يتخطى هذه المشاكل هذه، لقينا شي حلول يخرج من الرجاء، فالرجاء هي سامعه للاسامي، سامعه للاعبين، حنا شفنا اليوم انه الاستثمار اللي درناه الحمد لله ولا اللهم لك الحمد في الشباب وفي مدرسه الرجاء والهويه ديال الرجاء اللي عاوتاني خرجت، لانه اليوم كنشوفوا انه عندنا اكثر من 10 اللاعبين اللي خرجوا من مدرسه الرجاء اللي كيلعبوا في الفريق الاول، وهذا شيء يعني يمكن الانسان يكون مرتاح ليه، لانه هذا بناء ديال المستقبل، فالمستقبل هو الشباب وراس المال كذلك ديال الشباب، الجمهور هم اللاعبين، هما الكوين، شنو هو نشدوا الرجاء وتنعبروها تنوزنوها، الوزن ديالها اليوم هو والثقل ديالها هو كلمه ديال اللاعبين، فاحنا شدينا ما حد ما كاينش شي حل، حنا عينا ندوروا في المساله وفي فما لقيناش شي حل الا انه نشوفوا من خزينه ديال الرجاء، من خزان ديال اللاعبين ديال الرجاء، شي وحده اللي هما مطلوبين اليوم على الساحه، هو الاول كنا نقولوها بهذه العباره على السوق، انه اللاعبين اللي مطلوبين اللي يمكن لنا نحلوا بهم المشاكل ديال الرجاء. واخا السيد الرئيس سي رشيد نمشي معاك دابا، الان كاينين هاد اللاعبين اللي مطلوبين، واش الصفقه ديال بن مالونغو الى الشارقه بالدوري الاماراتي صافي تمات وسمحتوا وقبلتوا انكم تبيعوا بن مالونغو؟ حنا اولا بن مالونغو حنا كنعرفوا انه اليوم هو متعاقد مع الرجاء، ولكن في جونفي غادي يكون حر، دابا غادي يكون حر، غادي يمشي بلا ما نشدوه في السفرين، فلهذا حنا راينا انه اذا بقى معنا وذلك كذلك مع التعاون مع بعض الافراد الناس ديال المنحرفين والناس اللي كيعرفوا مالونغو انه قبل لنا انه يمشي دابا، لانه كاين اللي يمشي ويكون عنده اكثر امتيازات الا مشى حر، الا مشى حر يستافد هو اكثر، ويسوى اكثر ويمشي، اللهم حنايا قلنا في الرجاء يمكننا نحلوا به المشاكل ويقد يمشي، فالمفاوضات ما هي راه جاريه بها العمل، حنا باقيين الان ملي كنهضر معك لم يمضى اي عقد، ما مضيناش العقد بالتخونسي ديالو ما داش، مازال ما كاينش، ولكن المفاوضات غاديه، يعني المفاوضات غاديه. السيد الرئيس سي رشيد، لا انا سي رشيد، بقى معايا السي رشيد، فاصل قصير ثم اعود لك بسرعه، الان كاين ضغط كبير على الهاتف ديال الاذاعه والاتصالات يعني راه ما احنا رئيس ديال نادي الرجاء، كاين اللي تيقول لك راه شنو يمكن لنا احنا الرئيس ديال الرجاء واش نعلقوه، راه رئيس ديال نادي الرجاء كنتواصلوا معاه وكنطرحوا عليه الاسئله بكل احترام وادب، وهو غادي نطرحوا عليه ما يمكننا احنا شنو هما المفاتيح باش كنخدموا احنا، هما الاسئله غادي نمشيو سؤال بسؤال. الان بن مالونغو قالنا مازال المفاوضات جاريه ولكن لم ما تمضى حتى شي عقد، باقي ما تمضى حتى شي عقد، غادي ننتقلوا من بن مالونغو، بن مالونغو راه كان عنده مشكل مع فرقته بعدا كان وقبل انه يجي والفيفا عطاته الديروغاسيون انه باش يبقى وعطاته الرخصه ديالته باش يلعب. لا والتبرير اسي محمد ان مالونغو الان مع الرجاء في جونفي غادي يصبح حر، حر اذا ما تاخذ منه الرجاء والو. فاصل قصير ثم رجعوا، راه مازال ايضا كاين
سفيان الرحيمي واللي حتى هو عنده عروض كثيره. سفيان الرحيمي هو معانا هنا لكن راسو راه فاصل ثم نعود بسرعه. نرجعوا عند السي رشيد الاندلسي رئيس نادي الرجاء الرياضي. السي رشيد مرحبا من جديد. اهلا وسهلا سي سي رشيد. كاين شي ذاك اللاعب نقوما لحف في الانستغرام ديالو تيقول على انه هو كيتوالع وكيتعانق مع مع نقوما ولكن كيوجدوا تيقولوا بحال راه مشى هو راه باقي هنايا. انا نقول لك انه المفاوضات راهي جاريه ولانه الا تيتعانق مع اي واحد تيساليو الماتشات ولا المباريات قبل ما يدخلوا المباريات كلشي تيتعانق. وانا ملي كنشوف انا تنعنقهم ماشي بمعنى انهم شاق ولا شي حاجه لا يعني هذا يعني كلهم تعانقوا ولكن راه ما هما اخويين وهما اكيد اكيد. اذا هذا بين مالونغو بالنسبه لسفيان رحيمي سمعنا على ان حتى هو المفاوضات كاينه ربما في الخليج او في اوروبا ولكن هو بين سميتو سفيان رحيمي اعلنها صراحه انني انا باغي نمشي وخاصني نمشي. فعلا حنايا دابا يعني جمله نتكلم اسمح لي قبل ما نجاوب السؤال شنو هو الوزن ديال اللاعب او الاثنين امام اللوغو ديال الرجاء امام الرجاء. الرجاء اكبر من جميع الرجاء راه هي اللي تخرج لاعبين. الرجاء راه الا مشى مالونغو يجي مالونغوات اخرين. خصنا نديرو فعلا انتدابات وخصنا نديروهم والانتدابات هما خصهم يعني الجهد والفلوس خصني منين يجيو. هذا هو المشكله. فحنايا اليوم فيما يخص الرحيمي الرحيمي ما بقاش بالو مع الرجاء. الرحيمي قال لي بصريح العباره انني بغيت نمشي وانا تنفهموا لانه من تيجي في لاعب بحال الرحيمي اللي ترعرع في الرجا وخدم 60 عام في الرجا وباقيين واحد يعني الشروط الاجتماعيه اللي هي متواضعه جدا وجات اليوم الفرصه لهذا الشاب هذا اللي عنده اليوم 29 عام باش يمشي ينقذ. انا تنعاود الكلمات ديالو هو ديال الاب ديالو انه ينقذ العائله ديالو وغبغى يكون في واحد يشري لها ابارتمان بغى ابارتمان من حقه الطموح ديالو يعني لانه فعلا انا تنقول لك من هنا لانه ملي توصل معك الانسان وتيقول لك هادي راه عقلي ما بقاش معايا وخا نبقى بروجي يمكن ما نلعبش مزيان يعني نكون منحبط نكون نكون في حاله نفسانيه ما يبقاش يعطيك نكون يعني احسن الاحوال ديالي فالله يخليك ما تقطعش عليا الرزق ديالي. يعني هاد الناس اللي تيقول لك هذا الكلام هذا راه ما تنعرفش انسان وبشر انا عندي احساس انا ما كنحشم كنولي حشمان كنقول غادي نبقى شاد فيه منه ما غاديش يتقاعد مع الرجاء خاص يحسن الوضعيه ديالو والوضعيه كذلك ديال الفريق ديالنا لانه حتى حنا عندنا ديال الغرض ديك القيمه اللي وصلنا لها انه نتجنا واحد اللاعب في هذا المستوى الكبير اللي يمكن اليوم تنمشيو فوق الكورونا فوق الازمات لانه ما عرفش الرجاء وحده اللي فيها ازمه كورونا راه العالم كله في الازمه ديال الكورونا ويمكن يحل لنا المشاكل ديالنا الكبرى وهذا تضمن لنا يعني واحد السيوله ماليه باش يمكننا نتغلبوا على هاد التعديلات ديال الاحكام اللي نازله علينا باش يمكن لنا نفتحوا الايادي بالرجاء لان اليوم راه حنا مكتفين مكتفين ما يمكننا نديروا لا انتدابات لا والو. وفعلا هذا الشيء بهذا الشيء هذا اللي جا اليوم انه يمكن لنا نديروا بهم انتدابات ونخلصوا واحد الطرف ديال المديونيه والمديونيه ونزيدوا الامان. وعندنا الحمد لله اليوم شباب وغير الشباب الا غادي يكون عندنا امكانيات كذلك باش يجيبوا لاعبين في المستوى الكبير. ثم السيد الرئيس السي رشيد كاين لاعبين اللي وكاينين اللاعبين اللي هما في اون فان دو كونترا نهايه التعاقد ديالهم بحال انس الزنيتي الان والقيمه ديال انس الزنيتي قيمه كحارس مرمى الان والحد انا ملي تيتكلموا لي على الركائز بالنسبه للركيزه الاولى ديال الفريق هو الزنيتي وانا ما غادي نتفارقش مع الزنيتي لانه الزنيتي شتي شنو دار في المسار ديال الرجاء اكيد اكيد ديالو لا في البطوله ولا في الكاس ولا في الكاس ديال محمد السادس نصر الله ولا وكذلك في كاس الكونفدراليه الافريقيه انت شتي اللي كنا تنوصلوا للضربات الترجيحيه كاين هو ديالو حسن فهو مرقد الفريق يعني تيلعب بواحد حماس واحد التشجيع وعنده واحد الاخلاق عاليه اللي تتجمع وتتوحد اللاعبين وعنده واحد الكاريزما كبيره فهو واحد من الاعمده ديال الفريق او العمود الفقري ديال الفريق لانه هو الاخر
المدرب داخل الميدان بالرزانه ديالو بالحكمه ديالو وبالحب ديالو للفريق وهذاك الشيء اللي كيعطي من قلبه لكرة القدم وللفريق الرجاء البيضاوي. وانا نتمنى ان اول ما غندير الى شتي شي حاجه الفلوس هو اولا زنيتي ونعطيه الفلوس اللي تيتسال فهمتي ولا لا، ونعطيه كذلك نشوف كيفاش نجدد معاه العقده، وهذا هو الاهم. نعم هذا مهم جدا. نعم حراس المرمى هم كثار باش تلقى شي حارس قيمه، لان نعتبر انه حارس المرمى او زنيتي في لوكا ديال الرجاء انه يعني تيكون اكثر من 50% ديال الفريق. هو يعني بالنسبه ليا ما عندنا مع فراس وخصني كذلك اول فلوس الى دخلناهم غادي نمشيو اولا عند زنيتي وثانيا عند المديونيه. نعم الجمع العام كنعتقد الجمع العام ما غادي تعقدوا حتى ما بعد 21 غشت. غادي نعقدوا ماشي التاريخ ديال 21 غشت ما عندوش يعني صله، ولكن كنأكد لك انه حنا باغين كذلك هذا المكتب هذا بالمتاعب ديالو بالمآسي ديالو بكل ما بالافراح كذلك ديالو كل شيء ما يمكن ليه شيء يوصل وما يلعبش هذه الكأس هذه لانه نعم النهائي يكون فيه عليها وبغينا. ولكن جمال عام ماشي انه درناه تنعن النوع اللي خاصنا دون فاسون ستاتيوتير من ناحيه يعني القوانين ديال الفريق انه يكون واحد المده زمنيه اللي هي اليوم تتعطي 27 غشت. نعم ثم كاين بعض اللاعبين اللي مازال كينتظروا مستحقات ديالهم، وكاين مشكل مطروح مع العميد محسن متولي، ربما كانت شي لقاء مع المدرب وقال على ان مشكل تقني وانضباطي هو معه. فيما يخص هذه المسائل التقنيه هي تخص كذلك العلاقه ديال المدرب مع اللاعبين، ولاني حنا ندخلوا في هذا الشيء باش يكون واحد الاجواء احسن، وان شاء الله غادي نوصل للنتيجه ديالنا اللي ديال التقريب يعني وجهه النظر ديال كل واحد ويكون فعلا متولي، لانه تنعرفوه هو صاحب المواعيد الكبرى والرجل اللي يقلب المقابلات، تنعرفوا الفنيات ديالو اللعب ديالو والاخلاص ديالو للفريق. فاحنا كذلك باقي متعاقدين معاه وباقي في حاجه اليه. وعندنا كذلك بعض اللاعبين اللي كملت العقود ديالهم اللي يمكننا نشدوها معاهم، ولكن الاهم هو انه كان مراكز الخصاص ديال اللاعبين بحال ديال الرحيمي ولا مانوغول، لانه نجيبوا لهم لاعبين نجيبوهم من الفرق نجيبوهم من بلايص اخرى، ولكن خصنا السهوله الماليه عاوتاني كناكد عليها. السيد الرئيس كيف كتشوف هذا الجدل اللي وقائم في الرجاء، وقفات احتجاجيه قلق عند البعض، وربما كان خاصنا بدا من التوضيحات. حنا كنعتبروا هذه الجلسه وهذا اللقاء هو كيدخل في اطار الخدمه ديالنا حنا، ان يعني ناخذوا الحقائق من الاصول ديالها ومن الجذور ديالها. وكاين اللي تيجي تيقول لك رشيد الاندلسي يعني بحال الامور سهله، حط السوار تسير في حالتك وتلوح انت الرجاء وتمشي. انا هادو تنظن ماشي ما عندهمش خبره وعلم بما يدور في الرجاء، حط السوار تزيد. انا راه ماشي نحط السوار تزيد باش يقول لي انا باغي نفرقع الرجاء، هذه هي اللي اخر ما يمكن لي ندير حبا للرجاء انه من حط السوار تزيد. انا غير حط السوار تزيد شنو ونخلي الفوضى شنو غادي يكون في رايا نخلي بلبله نخلي لا، هادو تنظن ماشي رجاوي اللي تيقولوا هادو الناس اللي تيبغيو يعني ما تيبغوش المصلحه ديال الرجاء تيقلبوا على اشياء اخرى. انا خرج الاعلاميه انا يعني الخرجات ديال الجماهير حنايا تنظروها تنشوفوا شنو يقولوا، هي حق مشروع في الديمقراطيه، احنا بلد ديمقراطي. ولكن لحد الان بكل صراحه سي محمد انا ما باقي الان ما فهمت والو، لكنه كاين بعض الاشياء تيقولوا دير الجمع العام دير كذا، ولكن هادشي كله مشروع السيد الرئيس، الجمع العام مشروع مساءله القلق ديال الجمهور من حقه يتقلق. ومن مطالب اخرى ما هي مطالب الجماهير؟ نعم شنو هو البديل؟ واش عطاونا شي بديل؟ قالوا لنا هاد تمشي هذا درتيو هكا ها كيفاش ديروا؟ يعني ما عرفت انا تنتظر انه يكون يعني في اقتراحات ولا اشياء اللي هي بناءه. انا مع البناء انا ماشي مع التهديد، هذا قضيه الحسوه تزيد هي الدم، اما انا مع البناء ومع النقد
البناء اللي نزيدوا به الامان. انا مع يعني المبادرات اللي يمكن تكون صالح الرجاء يعني ماشي. واللي تيقول لك الرئيس كي تيقول لك انت ما تيقول لك اسيدي ما عندكش الحق ما تبيعش هاد اللاعبين ما حتى واحد ما تسمح ليه اي واش تخلي حتى واحد يمشي. لا عندي الحق كوما كانش عندي الحق انا ما تنديرش انا ما تنعملش خارج القانون تعمل خارج القوانين داخل القوانين اللي مسموح بها ولا اي حاجه اللي هي غير قانونيه انا ما نديرهاش لانه خصني نتحاسب عليها. لا كرئيس واخا موقت عندي الصلاحيات باش نبيع اللعابه ونشري اللعابه والفلوس اللي جبت ما عنديش الصلاحيه نجيبهم راه باش كانت عايشه الرجاء. الرجاء ما كانش غادي تعيش بالنسبه ليا اكثر والناس عطاوها 10 قال عند هذا المكتب هذا ولكن الحمد لله وربي كبير انه الحمد لله ما يتعب المستشارين يعني حتى الجمهور ما كانش يعني بالمنخرطين يعني والمستشارين عاود نقولها مره اخرى انه والوجوه ديال الرجاء ومحبين ديال الرجاء اللي في الخفاء كذلك اللي عاونوا هذا الفريق حتى بقينا هو الحمد لله واكلين وماشي غير واكلين وراسنا عالي. نعم لانه نعم. عالي بالكاس الافريقي نعم. وعالي بالمرتبه الثانيه باش نشاركوا في المنافسات الافريقيه والتاهل ايضا لكاس سوبر العرب وعالي بالكاس نعم. الممتاز. نعم سي رشيد الاندلسي سي رشيد الاندلسي ناخذ من عندك سي رشيد الاندلسي انا كنعتذر لك ناخذ من عندك رساله لمن توجهها رساله رشيد الاندلسي اللي الان تحملتي هذه المسؤوليه وكتعرف شنو هي المسؤوليات ديال رئيس نادي كبير من الانديه هادو جوج ديال الانديه هناك الرجاء والوداد 65 موسم وهما في القمه يعني وكيجسدوا القاطره ديال كره القدم الوطنيه والحضور ديالهم عالمي. رساله رشيد الاندلسي اللي عشتي هذه الفتره هذه وكنعتقد ما كنتيش كتنعس ما كنتيش كتنعس بزاف التليفون ديالك غيطرطق باش نعس وليت عندي حياه ديالي يعني العائليه ما بقات ما بقى يعني لا هنا ولا المكتب ولا هنا. فاليوم الرساله توجهها لجماهير البيضاويه الرجاويه القحه التي تحب الرجاء ماشي تحب الفوضى ماشي اللي هي يا اليوم اللي قربوا الانتخابات تخضع لواحد اجندات ولا شيء يعني تضارب. راني ما غاديش نبقى هنا راه غادي نمشي ويكون شويه ديال التريوت والرزانه وشويه ديال الاستقرار. حنا بغينا الاستقرار ما عندنا لاش هاد الفوضى هذه ويكون واحد ذاك الميثاق الثقه يمكن ما بقاش بيناتنا وكاين ذاك يعني ناس غيوان راه قالوها واللي قال العصيده بارده يدير يدو فيها. شكرا جزيلا السي رشيد الاندلسي وعلى التواصل نتمنوا كل خير. كانت هذه وقفه مع نادي الرجاء الرياضي بواسطه من خلال رئيس السي رشيد الاندلسي. فاصل ثم نعود. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.